مؤسسة الأبحاث التحضيرية التي تقوم بها المكتب المركزي للأبحاث الفضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبناء على المعلومات وفرتها مديرية المحافظة على التراب الوطني، تمكن المكتب المركزي للأبحاث الفضائية من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في عدة مدن مغربية متخصصة في تزوير أوراق ووثائق السفر. التحريات الأولى قادت إلى اعتقال شخصين ضحايا هذه الشبكة، كان بصدد السفر إلى إحدى الدول الأوروبية باستعمال جوازات ووثائق سفر مزورة. عملية إيقاف هذين الشخصين كان بمثابة الخيط الرفيع الذي قاد إلى اعتقال 14 شخص، من بينهم امرأة ومواطن من جنسية من جزائري. التفتيشات والتحريات الأولية قادت إلى حجز الوسائل والأدلة المادية الدامغة أمامكم من طوابع بريدية، من آلات تستعمل في التزوير، كما تم حجز جوازات سفر مغربية وأخرى لدول أجنبية، من بينها جوازات السفر سليمة الشكل غير لا تحمل أي بيانات، كما تم حجز مجموعة من الوثائق الإدارية بالإضافة إلى حجز وسائل إلكترونية، كما تم حجز جواز سفر كان بصدد التهيؤ بتزويره، كما تبين الصورة الآتية. جواز السفر كان الشخص الذي يريد تزويره بصدد الاستعداد لتزويره. دونك كل هذه الوثائق هي لأشخاص يمتهنون التزوير في وثائق رسمية، كما يعتمدون على التزوير في أختام الدولة والدوامير البريدية.